اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 10 6 و3 و3 الصبح ده المغرب. عامله كام ان شاء الله؟ 24000 جنيه. اللهم على الجساس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا يطرح لك فالبر. والله كمان ايه فين يا باشا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عامله كام دي؟ لا 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 بتاعته بال 22 23 الوقفه دي 3 ولا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب المال الطيب المال الطيب. الفضيات حاجه في العربيه. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد. سرعه عامل كام يا حاج؟ من بامر الله 35000. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد المال الطيب. تنزل بس 30000 بس 30000. اللهم صل على سيدنا محمد المال الطيب. اللهم صل على سيدنا محمد الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. المال الطيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. عامله كام يا حاج البقره دي بامر الله؟ سعرها عامل كام ان شاء الله بس سنه الكتب؟ سعرها كام؟ نعم؟ عامل كام يا حاج؟ 17000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سوق كتور يا جماعه 17000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كل شيء هنا موجود في سوق كتور يا جماعه، جميع انواع المواشي صغير وكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جميع انواع المواشي في سوق كتور. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم شعار الفيديو الجديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليكم يا معلم. البقره دي عامله كام ان شاء الله بامر الله؟ نت لا بامر الله. كسر سلتين عامله كام ان شاء الله بامر الله كده؟ خلاص السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. سعرها كام يا حاج النهارده بامر الله؟ قول يا باشا زي ما حضرتك تسمي بقى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. اسعار عامل كام يا حاج النهارده بامر الله كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم 18000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سوق كتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سوق كتور يا جماعه زي ما حضراتكم كده شايفين سوق المواشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عامله كام يا عسل المتاه دي؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 55000. 55000. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما حضراتكم كده شايفين سوق كتور للمواشي. عامله كام البقره دي بامر الله كده؟ بامر الله كام بامر الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد الطيب عامله كام يا باشا البقره دي وبنتها؟ 27200. 27200 في سوق كتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 6 سنات. 6 سنات. وكان الجماعه بتوع البحيره خدوها وحلبوها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المال الطيب. اللبن شغلت والله اللبن شغلت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. كام يوم ما بامر الله كده؟ عاملين كام يوم ما يا حاج؟ 25000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المال الطيب. 25000 جنيه في سوق كتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ذكر ولا انت دي؟ لا انت نتا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. عامله كام يا باشا سعرها النهارده؟ ديت والله ب 12600. 12600. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. صنف من اعلى الصنف. نوعها يا باشا؟ ديت دي صنف فريزي. فريزي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عمرها جيل قد ايه؟ دي عمرها سنه ونص. سنه ونص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. واللي جنبه ده يا باشا؟ ايه؟ واللي جنبه ده؟ سيبها لحظه بصور. دي عامل كام؟ بامر الله كده. اللي جنبها دي بتاع الراجل بتاع عامله كام دي يا باشا سعرها بامر الله؟ ده على 15200. 15 كام؟ 15200. 15200. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عمرها قد ايه يا حاج؟ دي عمرها 15 شهر 6 شهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. اللهم صل على سيدنا محمد. واللي جنب ده حاج 14 كام؟ 300. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللي جنبها دي حاجه 15000. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سوق كتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كم بدي احكي؟ 15100. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب 14300. 14 وكم؟ 300. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. المال الطيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. 14200. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. 13800. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 13200. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 13500. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب سوق كتور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 12600. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايه سمنتال سمنتال مش الابيض مش الابيض. اللهم صل على سيدنا محمد. 12100. مش طايب مش طايب. اللهم صل على سيدنا محمد. 12300. 12300. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 11500. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. 11200. 10200. 10200. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. المال الطيب لا صار عامل ان شاء الله رب امر الله. والله السعر غالي. السعر غالي. ذكر ولا نتكلم مع حضرتك؟ نتاي عامله كم بامر الله سعرك؟ 13000 جنيه في سوق قطور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب يعني السوق غالي برضه عن السوق اللي فات. ربنا يطرح لك فيها البركه يا حاج. المال الطيب. السلام عليكم يا عم الحاج. البقره جايه وبنت عاملين كم بامر الله؟ عاملين كم يا عم الحاج؟ سعرهم عامل كم؟ يعني يعمل كم يا عم امر الله؟ السلام عليكم يا عم الحاج. السعر عامل كم ان شاء الله بامر الله؟ نار البقره وبنت اللي وراها. البقره واللي وراها بامر الله عامل كام؟ 25200. 25200. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. المال الطيب ربنا يطرح لك بالبركه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سوق قطور. اللهم صل على سيدنا محمد. المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. المال الطيب سوق قطور يا جماعه يوم الجمعه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. ذكر ولا انت يا حاج؟ ذكر عامل كام يا حاج؟ كام؟ 6000 جنيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 6000 جنيه في سوق قطور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المال الطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بقرة عاملة 28000 جنيه في سوق قطور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المال الطيب. أحسن بقرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يطرح لك فيها البركة يا عم الحاج. السلام عليكم يا عم الحاج. سارة عاملة إيه يا حاج؟ لا سارة عاملة النهاردة بأمر الله سوق قطور. البقرة دي عاملة كام بأمر الله؟ عاملة 28. 28 مية. 28000.